إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي سنة 6 من الهجرة بعد صلح الحديبية، بعث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتبا إلى ملوك الأرض يدعوهم إلى الإسلام، فأرسل صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى هرقل عظيم الروم كتابا مع دحية الكلبي، فأنفذه إلى عظيم بصرى، فبعثه إلى هرقل. فلما وصل الكتاب إلى هرقل وفيه دعوته إلى دين الإسلام العظيم وتحميله المسؤولية عن رعيته، أرسل إلى أبي سفيان، وكان ذلك في فترة الموادعة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجاء مع من كان معه من قومه، وكانوا خرجوا تجارا إلى الشام، فكانوا بإيلياء، ودخلوا على هرقل وعنده عظماء المملكة، فأخذ يسأل أبا سفيان عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عن صفاته وعن دعوته. وكان مما سأل عنه: ماذا يأمركم به؟ فقال أبو سفيان، وكان ما زال مشركا بعد، قال: يقول: اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا، ودعوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة. فقال هرقل: لئن كان ما قلت حقا ليملكن موضع قدمي هاتين، وإني كنت أعلم أنه خارج، وما كنت أظن أنه خارج فيكم، ولو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت السفر إليه، ولو أني كنت عنده لغسلت عن قدميه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصارت ضجة، ودعا بكتاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقرأه، وفيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، السلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فأسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين، و قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. صارت ضجة وأخرجنا. يقول أبو سفيان رضي الله عنه، قال: فلما خرجنا قلت لمن كان معي من القوم: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة
إنه ليخافه ملك بني الأصفر. قال: وما زلت أعتقد منذ ذلك اليوم أنه غالب، يعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى أدخل الله الإسلام على قلبي. تأمل في قول هرقل لأبي سفيان: لئن كان ما تقول حقا ليملكن موضع قدمي هاتين. إن أعداء الإسلام يعلمون علما جيدا ويفهمون فهما صحيحا أن المسلمين إذا تمسكوا بدينهم كان النصر لهم، وهذا يعلمونه منذ بزوغ فجر الدعوة الإسلامية. فهذا كان قبل أن يدخل أبو سفيان في دين الله تبارك وتعالى وقبل فتح مكة، ولكنه استدل من صفات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن دعوته على ما سيكون من أمره، وكان من علماء أهل الكتاب، وكان يعلم أن الزمان زمان نبي قد أضل زمانه، ولكنه ما كان يتوقع أن يخرج آخر الأنبياء من أمة العرب. فلما علم الصفات وعلم علم الدعوة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، علم أنه هو، فقال: لئن كان حقا ما قلت ليملكن موضع قدمي هاتين. فهذا في بدء الدعوة، وفي هذا العصر أحد رؤساء الوزراء البريطانيين يقول في مجلس العموم البريطاني: إن المسلمين ما دام القرآن فيهم فإننا لا يمكن أن ننتصر عليهم. ومسؤول دبلوماسي فرنسي في وزارة الخارجية الفرنسية يقول: إن الخطر الذي نتوقعه علينا، بل هو الخطر الماحق، هو الخطر الإسلامي. فأعداء الإسلام من القديم إلى الحديث يعلمون أن المسلمين إذا تمسكوا بدينهم فإنهم لا يغلبون. لذلك حاولوا جاهدين ويحاولون أن يصرفوا المسلمين عن عقيدتهم وعن شريعتهم، فدخلوا عليهم بالغزو العسكري واحتلوا بلاد الإسلام، فلم يزد الاحتلال المسلمين إلا تمسكا بدينهم، ولم يبلغ الكفار باحتلال ديار الإسلام من الإسلام شيئا، فصدفوا عن ذلك وحادوا عنه وأخذوا بغزو جديد، وهو الغزو الفكري والغزو العقدي. فدخلوا على المسلمين من باب إفساد العقيدة وبث الشهوات وبلبلة الأفكار ومحاولة صرف المسلمين عن حقائق دينهم، وأخذوا البعثات، فربوا أولئك على ما هم عليه من الكفر والضلال، ثم أرجعوهم إلى ديار المسلمين فعاثوا في الأرض فسادا. وهذا الغزو الفكري العقدي أشد خطورة من الغزو العسكري بالسلاح وبالقتل وبالتدمير والتخريب، لأن هذا الغزو الفكري يتسلل إلى مخادع المسلمين، وهو يسلك سبلا محببة إلى النفوس، فإن الناس يتبعون الشهوات ويميلون إلى النزوات، وهم يدخلون عليهم من هذا الباب. وكثير من المسلمين ضاعت عندهم معالم الدين، لأن الله رب العالمين قد قرر في كتابه العظيم: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فمن نصر الله نصره الله جل وعلا، ومن خذل دين الله جل وعلا خذله الله جل وعلا وأذله. فالمسلمون إذا ما تمسكوا بدينهم فلهم العزة الظاهرة، ولهم النصر المؤزر، ولهم اليد العليا،
وأما إذا ما تحللت عندهم أمور الاعتقاد وبهتت في أعينهم وفي حيواتهم أصول الشريعة، مكن الله رب العالمين منهم أعداءهم، لأن الله رب العالمين يغار على دينه. فإذا لم يغار على هذا الدين من استأمنه الله رب العالمين عليه، غار الله رب العالمين على دينه. والله تبارك وتعالى يؤدب أولياءه ومن استودعهم هذا الدين حتى يرجعوا إلى دين الله رب العالمين. إن الله جل وعلا أنزل الكتاب هداية للناس، وجعل الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبراسا وهدى، وعصمنا الله رب العالمين من الضلال بما أبقى فينا من الوحي المعصوم من كتابه جل وعلا ومن سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والوحي المعصوم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ومهما حاول الناس أن يزيدوا في الوحي المعصوم حرفا واحدا أو أن ينقصوا منه حرفا واحدا أو أن يحرفوا فيه شيئا فإنهم لا يستطيعون، لأن الله تبارك وتعالى لم يستحفظ على وحيه غيره. فالله رب العالمين هو حافظ الذكر من أن يبدل أو يغير أو أن يزاد فيه أو ينقص منه. فوحينا معصوم، كتابنا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والمذكرة التفسيرية لكتاب الله جل وعلا محفوظة بحفظ الله جل وعلا. قيض الله رب العالمين لها الجهابذة فنفوا الدخيل عن الأصيل، وبقي الأصيل مما قاله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو فعله أو أقره. فعندنا ما لا تبديل فيه ولا زيادة فيه ولا نقصان فيه، ولكنه يحتاج إلى همم وثابة وقلوب غلابة وأقدام ثابتة، يحتاج إلى أناس مخلصين يأخذون هذا الوحي المعصوم ليحولوا التعاليم في هذه الحياة إلى واقع يعاش. والناس إنما يأسرهم ما يكون من العمل، وأما القول فإنه يتحلل في النهاية في الجملة إلى كلام لا يفيد. ومعلوم أن سلوك رجل خير لألف رجل من كلام ألف رجل لرجل، لذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، ما أمر بأمر إلا كان أسرع الناس إليه، ولا نهى عن شيء إلا كان أبعد الناس عنه، وكذلك كان أصحابه رضوان الله عليهم. إن الله تبارك وتعالى وعد هذه الأمة، ووعده الصدق الذي لا يتخلف. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فوعد الله جل وعلا قائم لا يريم، ووعد الله رب العالمين محقق لا يتخلف. ولكن أين أصحاب الوعد؟ إن الله تبارك وتعالى شرط شرطين، وجعل في آخر الآية شرطا مستمرا من أولها إلى آخرها. فشرط الله رب العالمين للتمكين في الأرض، وشرط الله رب العالمين لتبديل الخوف أمنا، جعل الله رب العالمين للعزة القعساء والهمة العلياء، شرطين ذكرهما في أول الآية. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، فلا بد من الإيمان ولا بد من العمل الصالح. ومعلوم أن دينكم أيها المسلمون إنما هو دين التوحيد، فدينكم وعقيدتكم مبنية على أصول الإيمان، أن تؤمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمنوا بالقدر خيره وشره. فهذه أصول الإيمان
أن تؤمنوا بالله تبارك وتعالى ربًا وإلهًا كاملًا في أسمائه وصفاته، فتثبتوا لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الأسماء الحسنى والصفات المتلى، لأنه إذا ما تخلف المسلمون في هذا الباب فإنهم لا ينصرون. ولما عبث من عبث بصفات الرب جل وعلا وعطلوا الله رب العالمين عن كمالاته وأرادوا أن ينزهوا الله تبارك وتعالى بسلب الكمال الذي أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولما وقع في الاعتقاد انحراف وزيغ وأشرك بالله تبارك وتعالى من أشرك، فدعوا غير الله ولاذوا بغير الله واستغاثوا بغير الله فيما لا يستغاث فيه إلا بالله جل وعلا، دهم الأمة من أمر التتاري ما دهمهم، ووقع على الأمة ما وقع من القتل حتى قتلوا في بغداد وحولها مليوني مسلم من كبير وصغير وذكر وأنثى، وكانت مجزرة لم ير التاريخ لها مثيلا. وكان المسلمون يحيصون يريدون رفع الكرب وكشف البلاء، ولكنهم لا يعرفون كيف يرفع الكرب وكيف يكشف البلاء، مع أن الله تبارك وتعالى بيّن ذلك واضحا في كتابه العزيز، وبيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته الشريفة، ولكن المسلمين كانوا يقولون: يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، وانكسر المسلمون وذبحوا تذبيحا وشردوا تشريدا، وكانت مجزرة هائلة، وكانت مجزرة لم ير التاريخ لها مثيلا، وكل ذلك لأن المسلمين انحرفوا في أمور الاعتقاد بعض الانحراف، فكيف إذا ما حاربوا دين الله رب العالمين إلا من عصم الله، وكيف إذا روّد للإلحاد، وكيف إذا روّد للفساد، وكيف إذا ما روّد للخروج على تعاليم الله جل وعلا، كيف إذا أخذ الناس بالمحادة والمشاقة والمحاربة والمعاندة لدين الله جل وعلا. كانوا يقولون: يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، رجل صار رمة في قبر، ماذا يملك لنفسه فضلا عن أن يملك لغيره، فضلا عن أن يملك كشف كرب عن أمة نزل الكرب عليها. فلما رأى العلماء المحققون ذلك راحوا ينشرون التوحيد ويردون الناس إلى صراط العزيز الحميد، فلما رجع الناس نوع رجوع إلى الحق وتمسكوا بالعقيدة الصحيحة نصرهم الله رب العالمين، وأذل الله تعالى التتار المعتدين. وكذلك الشأن في كل عصر ومصر، إن دين الله رب العالمين مبني على أصول اعتقادية، وعلى المسلم أن يحررها، وعلى المسلم أن يعتقدها، وعلى المسلم أن يتقي الله تعالى فيها. فإن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم دعا أول ما دعا إليه إلى ما دعا إليه إخوانه السابقون من الأنبياء والمرسلين، فكلهم يدعو إلى توحيد رب العالمين، فيه النجاة وفيه العصمة، وبه المآل إلى الجنة، وبه الهداية إلى الصراط المستقيم. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم إمام الموحدين، نصره الله رب العالمين وأعزه، وأعز الله رب العالمين الإسلام به، وأعزه الله رب العالمين بالإسلام، وأعز الله رب العالمين هذه الأمة، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما بين سنة ست
وسنة 8 بعد موادعة قريش في صلح الحديبية يبعث الكتب بعزة عالية وهمة فائقة، لأنه دين الله جل وعلا وتوحيد الله رب العالمين، يرسل إلى هرقل: أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين، يعني الفلاحين، وكان أكثر الروم من الفلاحين، فحمله المسؤولية، مسؤولية الرعية، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين، وأرسل إلى كسرى يدعوه إلى دين الله رب العالمين، فمزق الكتاب، قال: فمزق الله ملكه، وأرسل إلى النجاشي، وليس بالذي صلى عليه رضي الله عنه، لأن النجاشي لقب لكل من ملك الحبشة، فأرسل إليه يدعو إلى دين الله جل وعلا: أين هي الجيوش التي كانت عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يوجه الكتب داعيا ملوك العالم القديم، وكانوا يملكون المعمورة في ذلك الزمان، يدعوهم إلى دين الله رب العالمين، ويهددهم إذا لم يدخلوا في دين الإسلام العظيم بما ينتظرهم من النكال والبوار دنيا وآخرة. كل ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو إلى التوحيد، وبه العزة، وبه القهر، وبه النصر. وتأمل في قول هرقل لأبي سفيان عندما سأله: ماذا يأمركم؟ قال: يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ودعوا واتركوا ما يقول آباؤكم. تأمل، كان أبو سفيان ما زال كافرا بعد، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضح ما يدعو إليه من أول يوم، وكان المشركون يعلمون ما يدعو إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعلمون أنه يدعو إلى توحيد الله جل وعلا وصرف جميع ألوان العبادات الظاهرة والباطنة لله رب العالمين وحده. كانت الدعوة ظاهرة، واليوم ما هي الدعوة عند من يدعون إلى الله رب العالمين إلا من عصم الله تبارك وتعالى؟ دعوة إلى التمسك ببعض الأخلاق الفاضلة، دعوة إلى التمسك بالأصول الإنسانية العامة. هذا دين محمد، هذا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ما بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفه وفهمه الكفار والمشركون. لقد سجل القرآن العظيم عليهم أنهم فهموا حقيقة الدعوة، فهموا حقيقة دين الإسلام العظيم الذي يدعون إليه، فهما يقع دونه في هذا الزمان كثير من الجماهير، بحيث إنك إذا قلت له: إلى ما يدعو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقع هاهنا وهنالك، ولم يضرب المحز، ولم يقع على المفصل، وإنما يقع دونه أو بعده. وأما الكفار فإنهم قالوا قولتهم التي سجلها القرآن عليهم: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. حقيقة دعوة الإسلام العظيم ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد الله إلا بما شرع. دينكم معاشر المسلمين مبني على عقيدته بأصول الإيمان، أن تؤمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمنوا بالقدر خيره وشره، وأن تعملوا وعملكم طاعة الله رب العالمين بالإتيان بمحابه، والبعد عن مساخطه، بالالتزام بالأمر واجتناب النهي، ولذلك غاية هي تحصيل رضوان الله جل وعلا والفوز بالنجاة من النار.
فهذه هي المسألة، وهي قريبة، لا التواء فيها ولا عوج ولا غموض، واضحة أكثر من الشمس في كبد السماء، ليست دونها ضباب ولا سحاب. وضحها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وضحها إخوانه السابقون من الأنبياء، كلهم يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكثير من المسلمين لا يعرفون معنى العبادة، ويعتقدون أنهم يعبدون الله رب العالمين، وربما صرفوا كثيرا من ألوان العبادات الظاهرة والباطنة لغير الله رب العالمين، مع أن ضابط الشرك الأكبر أن كل ما عبد الله تبارك وتعالى به من معتقد أو قول أو فعل، من ظاهر أو باطن، إذا صرف لغير الله كان شركا مخرجا من الملة، لأنه عبادة لغير الله جل وعلا. فكثير من المسلمين لا يعرفون معنى العبادة، ولا يكلفون أنفسهم أن يعرفوا معناها حتى يحققوا مبناها، بل كثير من المسلمين لا يعرفون معنى الكلمة التي يدخل بها الكافر الإسلام، والتي إذا نقضت ولو بناقض واحد من نواقضها خرج المسلم من الإسلام إلى الكفر والعياذ بالله. كثير من المسلمين لا يعرفون معنى لا إله إلا الله، واسأل من شئت إلا من رحم الله رب العالمين وسيقول لك معنى لا إله إلا الله: لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا حاكم إلا الله، إلى غير ذلك مما يأتون به. ولكن ما هو معنى لا إله إلا الله؟ لأنها التي وقعت فيها الخصومة، وهل كان الكفار والمشركون ينازعون المأمون صلى الله عليه وسلم في أن الله جل وعلا هو خالق السماوات والأرض، وهو خالقهم وخالق آبائهم الأولين؟ هل نازعوا في أن الله هو الذي يدبر الأمر، وأنه هو الذي يرزق الخلق، وأنه هو الذي يحيي ويميت؟ إن الكفار لم ينازعوا في ذلك، أبو جهل لم يكن ينازع في أن الله هو الذي خلقه، وهو الذي خلق آباءه الأولين، وهو الذي خلق السماوات والأرض، وكذلك سائر الكفار والمشركين. ما هي عقدة المسألة إذن؟ ما هو موطن النزاع بين رسول الله وبين الكفار والمشركين حتى استحل دماءهم ونساءهم وذراريهم وأموالهم ودورهم وأرضهم، ومن قتل منهم فهو خالد في النار أبد الأبيد، ومن عاش فهو كافر له حكم الكافر إلا أن يؤمن بالله رب العالمين؟ لماذا؟ إنهم يقرون بأن الله خالقهم ورازقهم ومدبر أمورهم، وهو الذي يحيي ويميت، ومع ذلك فهم مشركون كافرون، أحل الله منهم ما قد ذكر. أين موطن النزاع؟ في أنهم لا يخلصون العبادة لله وحده. أين المسلم الذي يعي هذا وعيا صحيحا ويحققه في الحياة تحقيقا نظيفا، بحيث يصدق عليه أنه المسلم الذي أراده الله رب العالمين بدعوة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. كونوا منطقيين وأنصفوا أنفسكم من أنفسكم. إن الواحد منكم إذا وضع لنفسه هدفا دنيويا بذل من أجل الوصول إليه عشرات السنين من عمره، وربما أفنى شبابه كله، حتى إذا ما وصل إليه وحقق صار هرما لا يلتذ بلذة ولا يتطلع إلى شيء، ويضيع كل شيء. تفعلون ذلك في الحياة، بل في الأمور اليسيرة، بل في الأمور الحقيرة. وما أحقر ما في الحياة من أمور
يتكالبون يتصارعون يتهارجون يتهارشون من أجل الوصول إلى أمور لا قيمة لها، وينفقون في سبيل ذلك الأعمار والقوات، ويضيعون أسرهم بالغياب عنهم أحياناً لسنوات تطول، ثم يرجعون فلا يجدون شيئاً ولا يحصلون من أجل أمر دنيوي. فالجنة، فرضوان الله، ماذا بذلتم له؟ ماذا أنفقتم من أجل الوصول إليه؟ ما المجهود الذي أنفق وبذل من أجل الوصول إلى الهدف؟ هو أعظم هدف رضوان الله والفوز بجنة الله رب العالمين. دينكم هو دين الله الحق، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الإسلام هو دين الله، أرسل به جميع الأنبياء والمرسلين بالإسلام العام، ألا يعبد إلا الله وألا يعبد الله إلا بما شرع. هذا دين آدم ودين محمد ودين من بينهما من الأنبياء والمرسلين. الإسلام العام، ألا يعبد إلا الله وألا يعبد الله إلا بما شرع. دينكم تعلموه. هذا يوم فيه من الحكمة ما فيه، بعد أن جمع الله رب العالمين لنا في فرض فرضه علينا فروضا، جمع لنا في هذا الشهر التوحيد والصوم والصلاة والزكاة المفروضة، ولم يبق سوى ركن من الأركان الخمسة من أركان الإسلام، فجعل هذا اليوم تتويجا لشهر الصيام ومفتتحا لأول أشهر الحج وهو شهر شوال. فتأمل، جمع الله رب العالمين لك الاعتقاد من أطرافه في رمضان، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله الذي فرضه وشرعه، وإيمانا بالنبي الذي بلغه صلى الله عليه وسلم، وإيمانا بالكتاب الذي أنزل فيه. فتؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا إيمانا واحتسابا، وجعل لنا فيه الصلاة المفروضة على الحالة، ثم سن لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قيامه، فهذا فرض الصلاة مركزا تركيزا، ليعتاد المسلم ذلك حتى إذا ما انصرم الشهر وانقضى كان عنده من الزاد ما يبلغه إن أحياه الله جل وعلا رمضان الذي يأتي بعد سليما معافى. وفرض علينا في آخر الشهر زكاة الفطر، وهي مفروضة على الرؤوس، على الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد والعاقل والمجنون، فهي مفروضة على الرؤوس، فهذه هي الزكاة. وبقي الحج، فجعل يوم العيد، أعني عيد الفطر، تتويجا لشهر الصيام بفريضة من الله تبارك وتعالى على من من عليه بها فأداها على وجهها، ومفتتحا لأشهر الحج إلى بيت الله تبارك وتعالى الحرام. دينكم دين الإسلام العظيم، يأمركم بالتآلف، ينهاكم عن التخالف، يأمركم بالأمانة وينهاكم عن الخيانة، يأمركم بالإخلاص وينهاكم عن النفاق، يأمركم بالبر وينهاكم عن العقوق، يأمركم بصلة الأرحام وينهاكم عن قطيعتها، يأمركم بالسخاء والبذل وينهاكم عن الشح والبخل. دين الإسلام العظيم، دين الله رب العالمين، ولكن لن تعرفه إلا إذا عشته. هذا دين لا يعرف
إلا إذا عاشه من عاشه، فيعرفه من عاشه. أما من تكلم به أو كتب عنه أو دعا إليه من غير أن يعمل بما يدعو إليه فإنه لا يعرفه ولا يذوقه ولا يحس به. لذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرنون بين العلم والعمل رضوان الله عليهم، وتعلموا القرآن 10 آيات 10 آيات لا يجاوزوهن حتى يفقهوهن ويعملوا بهن. قالوا: فتعلمنا العلم والعمل جميعا، والإيمان عندهم كان قبل القرآن. قال قائلهم: أوتينا الإيمان قبل القرآن، فلما أوتينا القرآن ازددنا إيمانا. والآن فتح القرآن على الناس، فحمله الكبير والصغير والذكر والأنثى، ولا يعمل به إلا النزر اليسير، إلا عند من رحم الله العلي الكبير. عباد الله، إنكم إذا تعلمتم الأحكام قبل أن تعرفوا الحاكم، إذا عرفت الحكم قبل أن تعرف من حكم، فلن يكون للحكم عندك الوزن الذي ينبغي أن يكون. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفوا الحاكم أولا، عرفوا من يحكم ومن يشرع، فلما جاءهم الشرع وجاءت الأحكام قالوا: سمعنا وأطعنا. حتى فيما يتعلق بما ألفته النفوس وتربت عليه الخلايا العصبية في المخ، والتخلص منه عسير عسير، بل يكاد يكون شبه مستحيل، ومع ذلك تخلصوا منه بكلمة: فاجتنبوه، لما حرم الله تعالى الخمر، لأنهم عرفوا من يحكم، فلما عرفوا من يحكم امتثلوا للحكم. وأما اليوم فالمسلمون حتى في القرآن العظيم هم أكثرهم في معرفة الأحكام الظاهرة، ولا يفقه حرفا واحدا بمعناه، مع أن تلاوة الحق أدناها أن تعطي كل حرف حقه ومستحق، هذا أدنى التلاوة، وأصلها أن تعمل بما تتلو. وارجع إلى كلام أهل العلم وتدبر في كتاب ربه، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان دائما في خطبة العيد يتوجه إلى النساء بالموعظة، ومعلوم أن أكثر الفساد الذي دخل على المسلمين منه أعداء الإسلام كان من جهة النساء. فلما أخرجوا المرأة من عفافها فتبذلت ورفعوا عنها حجابها فكشفت وتعرت وصارت كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صنفان من أمتي لم أرهما. وذكر قوما معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، وذكر نساء فقال: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء في يوم العيد: تصدقن، فإن طلعت في النار فوجدت أكثر أهلها النساء يكفرن العشير ويكثرن اللعن. والمرأة المسلمة لها سمتها ولها حياؤها ولها أسلوبها في حياتها، وكل ذلك مبني محكوم على كتاب الله وبدين الله جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتوجه في يوم العيد في آخر الخطبة إلى النساء بالموعظة: اتقين الله، فإن كنا أكثر أهل النار يكفرن. قالت امرأة:
يكفرن بالله يا رسول الله؟ قال لا، يكفرن العشير، إن إحداكن لو أحسن إليها زوجها 40 سنة ثم أساء إليها مرة واحدة قالت ما وجدت منك إحسانا قط. إن دين الله تبارك وتعالى ينظم العلاقات، ينظم علاقة المرء بربه ويضبطها بضابط لا يتحلل ولا يتخلف، بكتاب الله رب العالمين وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويضبط علاقة المرء بأبويه، بأهله، بأسرته، بعائلته، بالمسلمين، بالكفار، حتى بالحيوانات، حتى بالنباتات، حتى بالجمادات. إن دين الإسلام يضبط العلاقات، وكلما تأملت في دين ربك استقامت حياتك، لأن منهاجك ينضبط ظاهرا وباطنا. يضبط الله رب العالمين حركة القلب وتصور الفكر وتوثب الروح وتطلع النفس، فكل ذلك ينضبط، والتطلع إلى الآمال غير محظور ولا محذور، وإنما هو مباح في الإطار الشرعي، والعمل لذلك أيضا مباح في الإطار الشرعي، ولكن لا تتجاوز، لا تظلم ولا تتخاذل فتظلم نفسك، واتق الله ربك. تأمل في دين الله رب العالمين وتعلم، واجعل هذا اليوم بداية لخير تستأنفه، واتق الله رب العالمين في من تحت يدك، واتق الله رب العالمين في آخرتك فإنها هي الباقية. وتأمل فيما مر، واعلم أن العمر الذي انصرم ما بقي سيذهب كما ذهب، بل هو أسرع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وقليل من يجاوز، فحري بمن كانت إحدى قدميه في القبر أن يراجع نفسه، وأن يتقي ربه، وأن يرد المظالم، وأن يبيت نية صالحة من أجل أن يكون صالحا، حتى إذا عرض على ربه كان من العذاب ناجيا وبالنعيم متلذذا متنعما. أسأل الله رب العالمين أن يحسن ختامنا أجمعين، إنه تعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. تقبل الله منا ومنكم أجمعين.